السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية يا سادس. اليوم إن شاء الله رح نحل أسئلة الفصل صفحة 114، والمرة الجاية سادس رح نحل أسئلة الوحدة. السؤال الأول: من طرق ري المزروعات التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه. طبعا إحنا حكينا يا سادس من طرق ري المزروعات اللي بتقوم بالترشيد اللي هي الري بالتنقيط. تغير خصائص المياه بأن تصبح غير صالحة للاستخدامات المختلفة. شو بنسمي هذه يا سادس؟ بما أنه تغير خصائص المياه وغير صالحة للاستخدام، تلوث. القطاع الذي يستهلك أكبر كمية من المياه في الأردن، حكينا عنها برضو يا سادس، هي قطاع الزراعة. نسبة مساحة المناطق التي يزيد معدل هطل المطر السنوي فيها عن 500 ملي من مساحة الأردن، مساحة مش مطالبين منها فيها يا سادس، بس موجودة عندنا بالكتاب، هي نسبة 2%. فسر ما يأتي: موت الأسماك التي كانت تعيش في مياه سيل الزرقاء قبل عشرات السنين، وموت الأشجار التي كانت تحيط بمجرى السيل. كنا بنعرف يا سادس سيل الزرقاء هو عبارة عن سيل ملوث جدا طبعا، فالأسماك اللي بتكون موجود فيه بتموت نتيجة لتلوث مياه سيل الزرقاء. إقامة سدود ترابية في مناطق مختلفة من الأردن. ليش بنقوم سدود ترابية؟ حتى نعمل على ترشيد استهلاك المياه يا سادس، وممكن نستخدمها برضه في سقاية الحيوانات أو المواشي. سيزداد استخدام المياه المعالجة في الزراعة مستقبلا في الأردن نتيجة يا سادس لشح المياه الموجود عندنا في الأردن، فبالتالي سوف نلجأ لعملية استخدام المياه المعالجة حتى نعمل على التوفير. تشترط أمانة عمال الموافقة على ترخيص الأبنية إنشاء خزان أرضي لجمع مياه الأمطار لكل منزل جديد. إذا كان متوسط حجم الخزان 5، فما كمية الماء التي ستجمع عند ترخيص 1000 منزل؟ بس نضربهم لبعض يا سادس، كل 5 خزانات بألف منزل، قديش كمية الماء اللي بده يتم تجميعها سنويا؟ بس نضربهم ببعض بطلع 50000 متر مكعب. ماذا تفعل في المواقف الآتية؟ وجدت صنبور المياه في حمام مدرستك تالفا ويسر بالمياه، طبعا أكيد رح نقوم بإبلاغ مدير المدرسة أو المعلم بذلك. تستخدم والدتك الغسالة الأوتوماتيك لغسل كمية ثياب قليلة، لازم نصحها يا سادس إنه تجمع كتير مياه حتى إنه مرة واحدة إنه تغسل. ذهبت لزيارة بعض الأقارب ولاحظت أن في شارع منزلهم الذين يقطنون به ماسورة مكسورة يا سادس، شو بتنصحهم في هاي الحالة؟ ننصحهم إنه يعملوا على الإبلاغ عنها حتى يتم إنه يزبطوها طبعا سريع، حتى ما تتم عن طريقها إنه نفقد كمية كتير كبيرة من المياه. سادس نحل أسئلة الفصل على الكتاب إذا بدكم، ويعطيكم ألف عافية.